السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي مهمة جدا، الأداة دي بتخليك تعمل جزء من الشغل على برنامج جراس هوبر وكمان في الداينامو أو الريفت أو السيب 3 دي أو يونيتي أو أنريل أو بلندر. في كمية كبيرة جدا من البرامج هو بيتعامل معاها، بيرفع الحاجة للحساب بتاعك وتقدر انت تفتحها على برامج أخرى كتيرة جدا زي ما انت شايف. طيب خلينا نبص كده على الفيديو سريعا. أو بتبعت الحاجة، بيبدأ إن هو كل البرامج تقدر تفتحها من عليه. فتقدر تستفاد من مزايا كل برنامج.